في متابعة لحالة الأسواق خلال أول أيام العيد وإقبال المواطنين على المطاعم ومحلات الحلويات، ينضم إلينا من محافظة الزرقاء محمد أبو علوان. محمد، كل عام وأنت بخير. كيف كان الإقبال على الأسواق عشية وأول أيام عيد الأضحى، خاصة المطاعم ومحلات الحلويات؟ نعم مهند، مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير. يعني في حقيقة الأمر قبل أن ندخل في يوم العيد، نبدأ من يوم أمس يوم عرفة، يعني اكتظت الأسواق وشهدت حركة جيدة بحسب التجار الموجودين في الأسواق التجارية، وخاصة محال الحلويات ومحال السكاكر وغيرها من المحال التي تبيع مستلزمات العيد. اليوم طبعا كان صباحا التركيز على الأضاحي وزيارة الأقارب والعائلات. الآن يعني بعد المغرب بدأ المواطنون والناس يتوافدون إلى الأسواق. أنا الآن متواجد في شارع مكة المكرمة المعروف بشارع 36 وسط محافظة الزرقاء، وهو من الشوارع الحيوية والمعروفة في المحافظة، وأيضا الشوارع التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من المطاعم والمحال التجارية ومحال الألبسة. في الحقيقة كان هنالك شكاوي من تجار الألبسة خلال الأيام الماضية بأن الحركة الشرائية والقوة الشرائية خلال هذا العيد مختلفة عن عيد الفطر وعن الأعوام الماضية. الآن يعني المواطنون بدأوا يتوافدوا إلى المطاعم، يعني رصدنا بعض الحالات في المطاعم، هنالك يعني إقبال شديد على المطاعم، خاصة أنه يعني معروف بأنه أول أيام العيد جميع المواطنين يلجؤون إلى الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة. معي أحد الشباب الموجودين يعني في شارع 36، يعطيك العافية، نتعرف عليه. الله يعافيك نور. يعني تحكي لنا كيف اليوم أجواء العيد، شو اللي سويتوه اليوم وكيف شايفين يعني الأسواق اليوم؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد طلع على صلاة العيد وضحى وراح على الأقارب والحمد لله رب العالمين. يعني أنت شو بتساوي يعني؟ والله حاليا يعني خلصت من الأقارب هيك وطالع يعني مع شباب أصحابي نتغدى وهيك ونطلع. طب لما اشتريتوا ملابس العيد كيف شفتوا الأسعار؟ كيف البضاعة شفتوها؟ والله عادي يعني زي كل سنة، يعني ما اختلفت إشي، ما كأسواق الشعبية الرجالي ما اختلفت عن كل سنة يعني. يعني أيضا كمان أحد الشباب، يعني إذا بنشوف أحد الشباب يعني اللي ممكن يعطي تعال. كل عام وانت بخير. وانت بخير صحة سلامة. يعني تحكي لنا كيف العيد وشو عملتوا اليوم؟ والله ان اليوم اجواء 36 جميلة وطشينا مع الشباب، يعني صراحة عيد مميز هاي المرة، جمعنا هديات مبلغ كويس. قديش جمعت هدية؟ 20 ليرة. يلا كل عام وانت بخير. يعني مهند كما نشاهد يعني الأطفال الشباب العائلات الآن في شارع 36، يعني أجواء العيد في محافظة الزرقاء أجواء جميلة، أجواء بهجة، الجميع فرح بهذه الأجواء. نعم محمد. يعني ومن المتوقع خلال اليومين القادمين أن يكون هنالك إقبال أكبر على المحال التجارية والمطاعم. نعم محمد أبو علوان مراسلنا في الزرقاء، شكرا جزيلا لك.